السلام عليكم، مرحبا بكم. عزيز الفلاوه، وان شاء الله ان شاء الله تكونوا كامل بلاح، وان شاء الله تلقاكم لا فيديو تاع اليوم كامل بخير، ويكون نهاركم مهني وطيب بذكاء الله وصلاه والسلام على رسول الله. عزيز الفلاوه، مرحبا بكم على فيديو فزت ان شاء الله دون دات بوكلي سؤال شكرا في الضد ما تفق ان شاء الله دات بوكلي اقجيه الحوا كي تولا الوجي مع وجي اقرانو قرا نروح ترونسبورت وهم انا مد نعد نروح طوموبيل حتى رائض لي يبورطون لي ميكانيسيان كو سليم ومن بعد جات لينا انا كي لقيت الجمس داكي بان واحد دو كريس ترونسبورت وغادي وكن تدارا بيان سور هذا راح كان كذا بيان سور راح كان كذا سمسي كي سور راح كان كذا سوفي لنا وقلت الميس راح كان كذا سوفي اي هو يا رقي وبغيتني كي يفدى تو يا سيدي لا سيدي حتى كي هذا حق سوه لنا كوزميس خطه سلمنا لها خدام كوخان فوالا خوتي كيما قلت لكم راني نمشي لبوجيما باش راني نروح نروح بالطونسبور من بعد كي نولي نروح راح نولي بالطوموبيل على خطر البارح على خطر البارح ديت الطوموبيل هذيك الميكانيسيان ومن بعد قال لي لازم تخليها هنايا تبت عنده راح تبت عنده راح يخدمها ومن بعد دوكا راني رحت باش نجيبها فوالا تكبر واش راح تكبر واش واش يكبر واش يكبر طوموبيل طوموبيل علاش تكبر طوموبيل ما فهمهاش تفضيني اصفهمي عييت هذا ما كانو تاني حكمت شعري شوفوا كيفاش حكمت شعري حكمته برك بالفولاره هذيك خرج شباب قالت لي اختي ناول شباب بزاف شوف استناو دقيقه راح نوري لكم كيفاش حكيتو ولبست هادوما من ناقش هادوما تاع اختي ناول ومن بعد قلت لها حطيهم لي على خاطر عجبوني بزاف ومن بعد لبست تاني هذا والكولي هذا ما كان شوف اختي انايا كي نروح لبوجيما لازم نقضي حوايجي نقضي الصوالح اللي راح نسحقهم للدار بيان سور هكا باش ما نخرجش كل خطره نخرج ونولي نخرج ونولي دروك هنايا اخوتي انا نستناو في الترونسبور باش يجي لحقنا الله بيان سور راح نستناو شويه على خفي لازم علينا نستناو شويه باش يجوز لا يا انا وجمع صراحه حتى وجمع تيجي خير لا الجمعه السبت الجمعه ما هو حوس شغل قوادي سخطا سيركيزي اش تخدمه هي تحبي واش طونسبور ها دابا مدينا كاينه يا لا طونسبور كما قلت لكم خياتي راني ندمت كي قلت لكم بلي كاين طونسبور على خاطر ما كاش قعدنا هنايا نص ساعه تقريبا نص ساعه وما جازوش سبحان الله سبحان ايه وانتايا انتايا انتايا سي رؤوف نوض 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 ما تقعدش هكاك في الغبار تفهم كيف تصير تواجه قيمه لا فواتور لي كي صات سي نوت قيمه لا فواتور لا مي هو ياس قيمه لا فواتور مي هو ياس وزا غالا مي هو ياس تصبر وتسخن وكموتور تروح ليس غادي حبيب بصح شو الدنيا ما خط قندينا ما فرضا ما تصدقي وي 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 هذا شي زوين دجلج تبنوت تبنوت ما فات كم حتى ليا
عندك شو جوج 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 شو خدمن شوف ناس نتحاشاكم لازم نتحاشاكم اش كان لازم نتحاشاكم تبنت شو هذا فوالا خوتي كيما قلت لكم كيما شفتوا في العنوان اليوم راح تشوفوا معايا تحذيرات المولد النبوي الشريف ان شاء الله يا ربي راح يدخل علينا بالخير والربح ان شاء الله يا ربي. شوفوا خوتي التحذيرات تاع هذا العام راح تكون خفيفه بسيطه جدا جدا ومتواضعه، ماشي كيما العام اللي فات بياتهم. العام اللي فات كانت متواضعه وخرج الفيديو الله الله بياتهم. بزاف الناس اللي تبعوني قالوا لي نورمالمون كيما هاد الفيديوهات راح يطيحوا في التوندونس، مي في العام اللي فات ما فهمتش ديجا واش معناته التوندونس، حتى هاد العام فهمت واش معناته. مي الله غالب ما كتبش ربي، ان شاء الله هاد العام ان شاء الله هاد العام كاش نهار راح احد من فيديوهاتي راح يطيحوا في التوندونس ان شاء الله يا ربي. شوفوا خوتي الحاجه، شوفوا الحوايج اللي شريتهم، قلت لكم راح ندير سهره وتاني كان راح ندير عشاء تاع المولد النبوي الشريف، وبيان سور كل واحد طريقته كيفاش يدير. شوفوا خوتي راني جبت شويه من الفلون راح ندير تحليات، وتاني كان راح ندير شويه من الكاطو، وجبت الحلويات وجبت تاني كلي كاطو لي شوكولا، جبت بزاف صوالح راح نسحقهم على خاطر راح ندير دي جاتو وراح ندير تاني التحليات ان شاء الله يا ربي. راح تكملوا هذا الفيديو وتشوفوا التحليه اللي راح نديرها اليوم اللي راح نوجدها بيان سور، وحبيت نتوما تاني راح ديروها راح نعطيكم فكره لهذا المولد النبوي الشريف ان شاء الله. راح ندير لكم تحليه متداوله بزاف بزاف في اليوتيوب في الفيسبوك في تيك توك متداوله بزاف، شغل هذه التحليه اللي راه تمشي هاد الايامات صافي حبيت نشاركها معكم على طريقتي. هنا يا خوتي الحاجه الاولى راني شديت الريسيبيون هذاك وراح ندير للداخل زوج حبات تاع البيض، ومن بعد راح نزيد لهم نص كاس تاع السكر. بالنسبه للكاس هذاك يفد 220 مليليتر ولا كيما كاس تاع ام والد، فوالا حنايا نعيطوا له الكاس تاع ام والد هذا ما كان. ومن بعد راح نخلط المقادير هكا بيان بالفوي بركه، راح تخلطوه برك بالفوي سي با اوبليجي زعما بالباتور ولا ليسونسييل، راح تشوفوا السكر تاعكم ذاب كامل في الداخل. ومن بعد راح نزيد نص كاس تاع زيت النباتي بالكاس اللي كيلنا به ديجا، وراح نزيد شويه بشويه وحنايا نكملوا نخلطوا هكا المقادير. كي كنت ناتي حدا اذا جيني تو كنت تخميون يوس تحليه إيه موجودة كيج حصون دقيق كوك دوان أو سناجيني، ناخذ مس سنة ملاجين، أنا راس نفصل كاس سكر، روخني مجيح مجيح كاس الفوي كان سي با بجيجي سو باتور، ليسونسيال تحسهم بلي سكوني في سيو كلي، ضيقي كان، ومن بعد سنانو نص الكاس زيت نصونكو، مي سنانو كان ستاور، ونكون نتكميت أنا ركويوك لي زانكيدو ياكيني.
فاصول راهو 6 جنيه سهل ماضي ماضي وكنا نسيت خدممت. ابري ذا انت سانو نص الكاس كيفكي بيان سور ان كيلو كسيون الكاس ها الكاس اللي ام والديك اللي كنت تديني هاي تلفا 220 مليليت. ومن بعد سانو ربعة طونجين الفارينة طونجين كاكاو اكو شطح لاروم بور ان كي خدمها س اروم الزبدة ني تخدم لازم ما تسخن من السلافاني ذا انت تفخ تزيد مي اروم بور لكن تظن تتاكد تزط مليح مليح المسكوت وكلي فهمتين. كما قلت لكم خوتي هنايا كيما شفتوا راني زدت نص كاس تاع حليب. الحليب هذاك يكون نورمال عادي ماشي زعما سي با بليجي يكون دافي. ومن بعد نخلط هكاك المقادير برك بالفوي. ومن بعد هنايا راح نزيد مغرفه كبيره تاع كاكاو. شوفوا خوتي الا حبيتوا زعما الا حبيتوا تنقصوا شويه من كاكاو زيدوه بالفاينا فهمتوا. ومن بعد هنايا راح نزيد اروم بير مي بصح الا ما عندكمش اروم تاع الزبده هذه تقدروا تعوضوه بلافاني العاديه مام لافاني تحطيب لنا في الموسكوتو تاعنا. ومن بعد كيف كيف راح نكمل نخلط بيان المقادير هذوما راح نسين ندخل الكاكاو داخل البيض داخل الحليب هكا باش الوصفه تاعنا تخرج تخرج بنينه بزاف وناجحه. وبيان سور الا حبيتو هادو كامل ديروه بالباتور خلطو بالباتور كيف كيف. ومن بعد هنا يا خوتي راني جبت هاد الفرينه بيان سور غربلتها وجبتها ديريكت داخل الطبسي هذاك. دروك راح نزيد ربع مغارف تاع الفرينه للداخل ونزيد ساشيه تاع لا لوفور شيميك. شوفوا خوتي بالنسبه لالوفور انايا ديما نغربلها على خاطر دي فوا لو كان ما نغربلهاش نلقى ديبول داخل الخليط تاعنا صافي ماشي مليح لازم نغربلوها هكاك باش تتفتت كامل داخل الخليط. ومن بعد تسهلنا الطريقه باش نخلطوها وباش تذوب تانيك في الخليط. اكيد ولا مثلتي حدايا انا سبع طونجين الفرينة انا سلانتي وصل لافور شيميك ندوى الحجوة لافور شيميك نتي حدايا توجور تسيفيغ ساخط او تجهاز تخمسكن ديريكت شغل تقورو كلي فهمتي صافي. وبجيجي فلو كنت اتسيفي متتي وكنت تتعلم تاع هذا قولي. ومن بعد كي نرجع اسخرج مليح الفرينة ني داخل يكون سكورني داخل يكون تملاجيني اجمع الون بيان. ومن بعد تولي مثلا تيكستور سمكتيه ثم تسمير داخل المولاقي ثم بعد المولاقي بوجاج خدمة الشطح نزيد الشطح الفاينة ثم غا تسمير السمير غير داخل وسقام مثلا زعما تحجوجي نغشو اذا قا كي قالت تفا ثاه استولي مثلا. كما قلت لكم خوتي لازم لا تيكستور تاع الموسكوتو تاعنا تخرج بهاد بهاد لاتيكتور بهاد القوام شغل تكون شويه سائله. وبالنسبه للفول خوتي راني شعلته مقبل على درجه 180 درجه. ومن بعد راح ندير الموسكوتشو تاعنا للداخل وراح نخليها طيب على غردها. وبالنسبه للتحليه تاعنا خوتي راح نسحقوا زوج طبقات صافي. الطبقه الاولى راح تكون موسكوتشو بالنسبه للطبقه الثانيه راح تكون لاكريم هذه اللي راح نديرها معكم بيان سور. هذه لاكريم اللي راح تحطيب لنا روعه روعه في التحليه تاعنا. شوفوا خوتي الحاجه الاولى اللي درتها كاس تاع بودرة الشونتي مع زوج بويات تاع كراميل كيما تشوفوا الياغورت هذاك تاع كراميل. وهنايا دروكا راني جبت الباتور لازم هنايا نسحقوا الباتور باش نخلطوا به لاكريم شونتي مع مع الياغورت. بيان جو خوتي لازم تخلطوه حتى تشوفوا بلي لاباط حتى تشوفوا بلي الخليط هذا وبلات لا كولور تاعو بيضاء هكا باش تدخلوه للفريجيدار وتخليوه حتى يبرد. ومن بعد هنايا راني رفدت الريسيبيون هذا ونقلبو باش نشوف باش نتاكد بلي لا كريم شونتي تاعنا طلعت كامل. فهذا لقيت حليه قريك تاع موسكوتوني بيان سور تبوا بيان. ومن بعد تتكس داخل المولاقي ايوا كانت السمات فهمتي دقي خماس شطح كور دون كانت ولا ما تبوا سور تبوا وفرتي فوا كور دون كا وصافي تبوا ثورا سياسي تكسا المولني وكنا دي سمي رابيدمون خاطر المولني صمد يحمى مليح صافي تكسا ديوس وكنا ادي سمي مي بالك بالك انت تامس في جدا زعما ستيني مثلا دي سمي رابيدمون خاطي خاطر موسكوتشي قلنا نحوجي تستكاو فهمتي نحوجي تستكاو تنزل داخل الاشوا. هنا يا خوتي كيما قلت لكم راني ناحيه الموسكوتشو تاعنا لقيتها طابت بيان سور دخلت هكا الكوردون ولقيت بلي الكوردون هذاك ناشف
صافي المسكوت تاعنا طابت صافي، دوكا راح نحيها من المول هذا على خاطر باش تبرد رابيدمو، على خاطر المول هذا كان سخون. صافي لازم نحي المسكوت تاعنا باش تبرد. هنايا يعني جبت لابلاك هذه على شو لابلاك هذه نقطع عليها لي ليجوم، نقطع عليها لي فروي. دوكا راح نحي عليها المسكوت تاعنا باش نخليها تبرد. كما قلت لكم بالقبليه بالك زعما تسيو ديروها في الفريجيدير ولا لا لازم تخليوها هكا كبرى، على خاطر التحليه تاعنا لازم المسكوت تكون ناشفه 100%، على خاطر راح نحيوها داخل الاشوار. مي بصح لو كان دخلوها للفريجيدير راح تتشمخ. صافي لازم تخليوها هكا برا باش تكون ناشفة 100%. هنايا كنت نسي نقلبها وما لقيتش كيفاش نقلبها، على راني قلبتها مي بصح كسرت لي شويه مي نورمال. فوالا خوتي هنايا دركا بعد ما ولينا للمسكوت تاعنا لقيناها بارده 100% ونشفت تماما. ومن بعد راح نقطعها داخل الاشوار باش تتفتت. بيان سور خوتي في الاول كي درتها بالفوي على بها شغل تقدر تتفتت داخل الاشوار عادي، مي بصح لو كان بالباتور سي بوسيبل راح تتعجن كامل داخل الاشوار تاعنا. اكن كنت دي نختو هذا جاتي حداي كسد وغلا دا مسكوتش نو فاسيت سمو سوا سوا كان تراقدي بوغسيد على داخل الاشوار جات دي زموكلي تد تدزوك في الدنيا. بيان سور لاق مسكوتش نو تري صمد مليح هو كنا تزوز رابيدمون دايجي كان. ومن بعد مسكوتشات زدمت 5 كار ونفسي ابا دي نوغ لكم اصلا تامير سوا لي ميني بلا غوفينا مزال فاه ندخل لي ميني بلا بروفاد ميم الكيسانيكي. شوف حنا مليح ثورا غادا غوك مسكوتشوني داخل الكيسانيكيني. ومن بعد اداوي لا كريم شونتيني خدمه لا كاينه خما كوفينا مزوره استرا لي طاج ويسين. كما قلت لكم هنايا خاوتي كما تشوفوا راني جبت 8 كيسان تاع 8 كيسان ودرت المسكوت اللي فتتها كطبقه اولى. ومن بعد راح نزيد دركا لا كريم اللي درتها معكم كطبقه ثانيه. ومن بعد كيف راح نزيد المسكوت اللي تبقات كطبقه ثالثه. ومن بعد راح نزيد كطبقة رابعة لا كريم هذه اللي درتها معكم. شوفوا خاوتي بالنسبة لا كريم هذه حتى زدت كمية تانية على خطر الأولى ما كفاتنيش، راح نزيد لازم عليا نزيد الثانية. هذه التحلية خاوتي كما تشوفوا سهلة بزاف وهي تحلية الشموع، يسموها تحلية الشموع، تحلية متداولة بزاف في اليوتيوب. سيبور سا شاركتها معكم باش نعطي لكم فكره واش راح ديروا غدوه ان شاء الله. اما لا خفتي راح نخليكم شويه مع الفيديو ومن بعد نولي لكم ان شاء الله. كنت كنت ديناتي حدايا هادو غلا غور كنت كشويه تولي متوك شو خدمه ومن بعد ادو غلا ان شاء الله. الله. فوالا ثوما هذا كيني يقري خما سوك لي لاكريم لي تخما يسكون تا كي لي طاجويسين قادتو كي في دامو داخل. ومن بعد هذا نو مسكوتشوني سوفلا ثاني تفتت غوكلي. هنايا خاوتي كيما قلت لكم راني درت لي طاج الثاني لاكريم هذاك اللي درته معاكم، دوكا راح ندير كطبقة ثالثة المسكوتشو اللي فتها كامل داخل الأشوار. ومن بعد راح نسي نصقمها كامل فوق ونجيب الكمية الثانية اللي درتها من لاكريم 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 شونتيي. ومن بعد نديرها كطبقه رابعه. ومن بعد راح نسي نصقمها كامل، نسي نصقمها شغل تكون مسطحه تكون مستقيمه باش ندير لها تزيين من الفوق. والتزيين راح تشوفوه معايا فيديمو سي جوست. كمل الفيديو للاخر ما تنساونيش برك باللايك لدعم القناه وتاني كومونتير ويتابونا لي مازال ما اشتركش ويضغط على زر الجرس ليصله كل جديد. هنايا راني جبت مغرفه صغيره تاع القهوه بديت نصقم بها لاكريم شونتيي من الفوق. شوفوا اكي كنت الدنيا دقيتي حدايا ثورا قري يعني لاكريم شونتيي سوفلا لي طاجو كان قالو تو داو معناتها ونجي تمشطوح دي وكنا سيات تسقم بيان سوفلا غتجي ليس وكنا كما صيغه كما صيغه تخدم الديكور سوفلا بيان سو الديكور كي سهل ماضي داو نشطوح الكاكاو ولا ودي تخدم من شكوجا مين كي سخم الكاكاو كان اسخم ما ثيم ثكن تم قران تشطوح سوفلا اي وكنا دجا ثلمسني ذا شفحان. ومن بعد اسخم الكاكاو سوفلا
كتولي استخرج استخرج تصفيفي هو كاين الديفور شغل يشبع. هنايا خاوتي كما قلت لكم بالنسبه للتزيين راني جبت هذيك المخطه تاع القرعه، ومن بعد راح نديرها في وسط تاع الكستانه، ومن بعد نجيب الكاكاو مع الصفيه هذيك ونبدا نغربل من فوق، ومن بعد هذيك البلاصه وين تكون المغطى هذيك راح تبقى بيضاء، وراح ندير لها حبه تاع القرنفل من الفوق هكيك باش تخرج التحليه تاعنا على شكل شمعة. شوفوا خوتي راح نديرها بالراس تاعها للتحت، شوفوا وكما تشوفوا التحليه تاع هنا راهي خرجت كشمعه كما تشوفوا. لكن كنت ناتي حداي استوني مطلعه وستكيت فوت شغل انا حتى شمعت، يعني تزيد مليح 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 ان شاء الله يا ربي. تسيمتت ايدامس الاخبار تسيمتت بيان سور سور توغوسكا اسكار المولود لا لوين تخدم من سلاسكا لا وين تخدمني من سي لا وين تخدم ناس ني دغاس واسوا ثورا اكون تخدم معايا وث كنت تفتح عليا وثار داخل استوني مسيت تمشي تفا. شوفوا خوتي دروكا للداخل كيفاش خرجت، خرجت بنينه بزاف بزاف ان شاء الله يا ربي. الفيديو تاع اليوم عجبتكم، الى فيديو اخر ان شاء الله ما تنسونيش باللايك لدعم القناه وتاني كومونتير وتابونا اللي مازال ما اشترك، شويه اضغط على زر الجرس ليصله كل جديد. هي تحدي جا كنت هنا ديلا من باي باي مع السلامه.